والله انا شخصيا ما اعرف احد يعني، بس انا اسمع واقرا عن المشاكل اللي الناس تطرحها. يعني ما ادري واحد يقول اطرح قضيه، يقول انا علي ديون، انا معاشي ما يصفى لي الا 200 300 دينار، ما عندي عائله، ما يكفي، ما يلحق. والله احيانا يقول انا حتى عيالي ينامون من غير عشاء. هذا ليش؟ الناس تهلك نفسهم بالقروض فوق طاقتهم. ليش انا اخذ قروض على الفاضي؟ انا اخذ حق بعضهم ياخذ قرض وسافر. ليش اخذ قرض وسافر؟ ولا اروح اشتري سياره قيمتها 30,000؟ ليش؟ ما في داعي، خليك على قدك. طبعا طبعا اكيد راح اخذ قرض 100,000، وبعدين يا ليت 100,000 احطها مثلا مشروع ولا شيء، لا يسافر فيها من شوي، من سيارات ومن شيء راحت. بعدين تورط، ما يكفي القسط، معاشه ما يكفي، شو يسوي؟ مو عن مسرف هو، يعني خلاص يبي قرض، يبي سياره مثلا على مستوى، والله شوف الناس تسافر انا بسافر، ياخذ قرض. وبعد هو اول ما ياخذه زين، شوف نزل بحسابه قرض 10,000 15,000، هذا شيء طيب. بعدين اعطوه سماح شهرين، بعد الشهرين تعال شوف عاد. والله اقول لك مثل ما قلت لك، انا اذا من صالح المواطن معاه، الدوله ممكن ما تقدر عليه على الميزانيه، بس مطالبه 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 ما في شيء. ما فاهم، ما قلت لك اني شيء طيب، ان ما جاء خلاص احنا الحمد لله ماشي حالنا يعني.